وسهلا عشران. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير ان شاء الله الدراري، تكونوا في احسن الاحوال. معكم بيكر حمزه، فيديو جديد الدراري وموضوع جديد. فيديو ديالنا اليوم الدراري اللي هو بزاف ديال التساؤلات تيطرحوا عليا، واخا هكاك درت لكم واحد الفيديو بزاف الدراري ما فهموش، يعني ما فهموش شنو قلت في ذاك الفيديو. انا قررت اليوم الدراري غنعاود لكم ذاك الفيديو وغادي نزيد نشرح لكم مزيان بالنسبه للناس اللي كيسولوا على كيفاش كنتخلصوا والبورفوار وقتاش كنشدوه وشنو هو الكود برومو، واش حنا كنتخلصوا النهار ولا السيمانه ولا الشهر. كلشي هاد الدراري غنقولوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، باش ما نطولش عليكم. ندخلوا دابا نديروا الدراري ليسانس الموتور تيسيني، نديو واحد جوج ديال لي كوموند ومن بعد الدراري غادي نشرح لكم كيفاش كنتخلصوا. خليكم معنا. هنا الاخوان في هذه البومبه لقيناها عامره، غنمشيو للبومبه ديال افريقيا اللي كاين حدا البوسطه. كيف ما كتشوفوا الاخوان، جاتنا واحد لا كوموند فطرتي غادي نتعطل تمايا. جاتنا في ماكدو ديال سلا، غنمشيو الدراري نديرو ليسانس ومن تم ان شاء الله غنمشيو ليها. خليكم معنا. هنا وصلنا الدراري للبومبا، هنا الاخوان درنا ليسانس، دابا غنمشيو الدراري للكوموند ديالنا باش ما نتعطلوش عليها. الجو شويه ديال الشتا اليوم الدراري، اصلا اليوم غتصب الشتا، نسيت ما جبتش معايا الباش ديال الموتور، كاين لبسه ضروري كتبقى عندي في الموتور، هنا هي ما تنحيدهاش من الموتور. الجو مغيم هاد النهار هذا، كاين يومين ولا 3 ايام ديال الشتا. ضروري الدراري غندير لكم شي فيديو ديال الوقيته ديال الشتا، كيفاش كدوز الخدمه او كيفاش كيدوز اي ليفرور نهارو الوقيته ديال الشتا. ان شاء الله راه ما ناسيكمش. خليكم معنا العشره، نمشيو للماكدو ناخذوا لا كوموند ديالنا ونكملوا. هنا الاخوان وصلنا للماكدو، ندخلوا نحطوا الموتور ديالنا كونفيرمي بلا وصلنا لا كوموند ديالها تكون واجده عند الدراري. مغضوب عليا خاوي هاد النهار هذا، لي كوموند يكونوا كيف ما قلت لكم واجدين البلاصه والموتور. ونمشيو نشوفوا لا كوموند ديالنا. خليكم معنا الدراري. هنا الاخوان كيف ما شفتو خدينا لا كوموند ديالنا، غنكونفيرميو شوفوا الكليان فين البلاصه كاين بالضبط. الكليان الدراري هو قريبه هنايا في الطانه، خليكم معنا بما مشينا عنده ونكملوا معاكم. هنا الاخوان قربنا نوصلوا عند الكليان، كاين كن في الدورة هذه. ستة وربعين
معكم سراح مطلق. هاك خير. هنا الاخوان كيف ما كتشوفوا عطينا الكليير لا كوموند ديالو وغادي نكونفيرميو كيف ما شفتوا دازت ليطاب. هذه اول كوموند الدراري. شوفوا شي كوموند حدا اخرى خليكم معنا بما جاتنا شي كوموند وعاد نمشي شي مسكينه. سير 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 هنا الاخوان جاتنا واحد لا كوموند نشوفوا فين كاينه. خليكم معنا الدراري بما وصلنا ليها ان شاء الله ونكملوا معاكم. هنا الاخوان عرفتي شحال ديال المشاش لقاهم في الطريق في حركه طويله بنادم تيدوز عليهم الطوموبيلات لكن ما تيشوفوهمش ولكن العيب على دوك الناس اللي كيحطوهم جنب ديال الشانطي تحطوهم جنب الشانطي تيتم مقاطعين تيدوز عليهم بواحد ولا واحد تيبقى في كل حال بحال هكا. خليكم معنا الاخوان كيف ما قديكم بما وصلنا ان شاء الله. هنا الاخوان وصلنا للريستوران اللي حاطه لينا في لوكاليزاسيون يمكن هو هذا. كان هذا عاد دار شراكه مع جلوفو حيت اول مره تنجي عنده انا ما نعرف ولا ما كانش يشدني انا لا زون هنايا باش نجي عنده. الكوموند الدراري في التايم باقي لها 6 دقائق خليكم معنا. هنا الاخوان تنينا الكوموند جايه شي 20 دقيقه حنا كنتسناوها حتى وصلنا عاد لونصاوا. نمشيو بها دابا الدراري عند الكليانه باش ما نتعطلوش عليها. ديجا كاين الروطال فهاد لا كوموند هادي شوفوا فين كاينه بالضبط. هنا هنايا خليكم معنا الدراري بما وصلنا ان شاء الله عند الكليانه ونكملو معاكم. اوا هنا الاخوان وصلنا لعند الكليانه خليكم معنا نمشيو ندخلوا عندها. كم السلام ورحمه الله كدير الشاف بخير الله يحفظك ليا. هنا خويا عند بلاش نشوف الله يحفظك اخويا شكرا خير الله يحفظك. شو الدراري واحد البرد كاين راه ما يمكنش بزاف الجو ديال الشتاء خسير تبدا. وصلنا لعند كليانا الدراري نجبدوا لا كوموند. بسم الله كنا غنصوني والدراري عاوتاني. هنا الاخوان كيف ما شفتوا عطينا الكليان الكوموند ديالها غنكونفيرميو صافي دازت ليطاب.
هذه كوموند ماجيك الدراري. دابا الاخوان غنقول لكم كيفاش غنتخلصوا حنايا من غلوفو، شنو هو هذا الكود برومو وكيفاش ناخذوا يعني الكيان فاش يعطيك بورفوار في لابليكاسيون، كيفاش نديروا ناخذوا وقتاش. اول حاجه الدراري الطريقه ديال الخلاص كيف ما قلت لكم في فيديو سابق، راه حنا كنتخلصوا النهار شحال ما خدمتي شحال ما تخلص. مثلا هنايا عندنا 43، انا كنت خدمت واحد النهار خدمتش فيه بزاف كاع، عطاوني 43 درهم. كانت عندي في البالونس 775، هذه الفلوس اللي كناخذ من عند الكليان. كاينين لي كوموند بحال ماكدو بحال بزاف ديال لي ريستو، يعني ما كتخلصش فيهم، غير كتمشي كتهز لا كوموند كديها للكليان وكتخلص انت من عند الكليان. هذاك هو البالونس ديال الشركه. كيف ما كتشوفوا الدراري عندنا او على برد كثير، عندنا هنايا 775 البالونس ديال الشركه. هنا قالوا لك خذ 43.76 من 775، اشحال غيبقى؟ غتبقى 752. ها 752 خاصك تصيفطها، يعني تصيفطها في البريد كاش ولا تصيفطها في كاش بلوس، المهم كتصيفط لهم فلوس ديالهم، داكشي اللي بقى عندك كتصيفطو لهم. والخلاص كيف ما قلت لكم الدراري تيكون النهار، كل نهار والخلاص ديالهم. وبالنسبه للدراري البورفوار والكود برومو، غنقول لكم بعدا شنو هو هذا الكود برومو. كود برومو اي كوموند عندك فيها واحد النسبه، هاد النسبه ديالك اي كوموند ديتيها ابار باش ديها، يعني من غير داك الفلوس باش ليفريتيها وداكشي، كوموند اللي كيكوموندي الكليان عندك فيها واحد النسبه نتايا، درهم ونص ولا المهم هي ما كتفوتش جوج درهم. كيف ما قلت لكم الكود برومو عندكم فيه واحد النسبه، زيد عليها بورفوار، بورفوار تزيد عليه الكود برومو كتاخذوه من الكنزه للكنزه. انا نوريكم الدراري واحد المثال، انا غنخبي الدراري المعلومات ديالي يعني شخصيه. كيف ما كتشوفوا ها هي هنا مكتوبه بورفوار، نزيد نقرب باش تبان لكم مزيان. ها هي بورفوار فيها 40 درهم والبرومو فيها 21 درهم. هذا 40 درهم على 21 درهم من هنا ل 15 يوم، يعني راه كتزاد كل نهار، كتزاد كل ما خدمتي راه كتزاد. البورفوار راه كيتزاد والكود برومو راه كيتزاد، كل ما ديتي الكوموند بزاف كل ما الكود برومو كيتزاد لك. كيف ما قلت لكم من الكنزه للكنزه كيصيفطوا لك بحال الخلاص ديال النهار عادي، تيقول لك خذ الفلان من داك البالونس ديال الشركه مثلا، هاد 400 هاد 400 درهم وصيفط لنا ما تبقى، بحال الخلاص ديال النهار. كيف ما شفتوا الدراري نرى كلشي واضح الدراري وكلشي باين، هادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو هذا. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معنا وتكونوا فهمتوا زعما هادشي هذا كامل، باش ما تلقاو حتى شي مشكل. يلا الدراري ما تنساوش ابوناو معايا لما كنتوش ابوني وفعلوا زر الجرس وخليو شي كومونتير، اي تساؤل ولا اي مشكل عندكم راه كنخلي لكم الدراري الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو.